السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وان شاء الله هنشتغل مع بعض طب صيفي. الطب اللي هنشتغله مع بعض مشروع كويس جدا لبواقي الخيوط الموجودة عندك. اهم حاجة ان الخيوط الموجودة كلها تكون سمك واحد، وكمان تكون كلها نوع واحد صيفي او شتوي، يعني تكون الخيوط قطن او خيوط شتوي. تمام، انا معايا الخيط اللي هشتغل بيه، ده خيط قطن ايطالي اوريجينال. ده شكل الخيط من قريب. الخيط جايباه من جروب ناهد حمدي كروشيه ماركت، هحط لكم اللينك في صندوق الوصف، وكمان هتلاقوه في اول تعليق. تمام، معايا الالوان دي، في شلات كامله وفي الوان باقي منها خيوط اشتغلنا منها مشاريع مع بعض قبل كده. حتى الخيط الجانجو ده هدخله في التوب. معايا كمان مقاس ابره مناسب للخيط اللي انا هشتغله، هو مناسب اكتر للمشروع اللي انا هشتغله. يعني انا هشتغل بابره مقاس 5، ابره مقاس 5. تمام، طبعا اشتغلي بمقاس الابره المناسب لشده ايدك والمشروع اللي انت هتشتغليه، هو ده اللي بيحدد مقاس الابره المناسب للشغل بتاعك. اول حاجه هناخد المقاس. انا معايا الرسمه دي، ده الطب اللي انا هشتغله. انا هشتغل الطب لسن 10-11 سنه تقريبا. اخدت المقاس بتاع البنوته، طلع العرض بتاعه 40 سنتي، وده المقاس الاول اللي انا هشتغل عليه. بس في هنا حاجه تانية هنعملها، لان البدايه في الطب ده هتكون شويه مختلفه، لان احنا بندخل الوان كتير زي ما انتم شايفين، فمش هينفع ان احنا نشتغل قطعتين ونوصلهم، هيكون الوصل بتاعهم شكله سيء جدا. فاحنا محتاجين ان احنا نشتغل بطريقة مختلفة علشان ما نضطرش نوصل بطريقة مش كويسة. زي ما قلت لكم معايا الرسمة دي، اهو العرض بتاع التوب 40 سنتي. تمام، وده هضربه في 2، بس مش هنشتغله دلوقتي. الارتفاع بقى بتاع التوب اللي هو كده، ارتفاع التوب كده اهو شايفين، انا اخدته طلع 50 سنتي هنا كده، ده الارتفاع 50 سنتي. تمام، احنا مش هنشتغله كله، احنا هنشتغل 40 سنتي الاول، 40 سنتي بس. هنشتغل الجزء ده، شايفين هنقسم كده من هنا، وهنبدأ نشتغل منطقة الكم الاول، لان احنا هنشتغلها منفصلة، يعني هنشتغل المنطقة دي وش وظهر بس، وهنيجي لحد المنطقة دي، وهنبدأ ان احنا نشتغل سطور متصلة علشان ما نضطرش ان احنا نوصل. طيب دي كلها 50 سنتي، هنقسمها ازاي؟ هتاخدي مقاس الكم اللي هو مقاس دوران الكتف من هنا كده، ممكن مثلا 15 سنتي. طبعا انت مالكيش دعوه بالمقاسات اللي انا شغاله بيها، انا شغاله مقاس لسن معين، انت بتاخدي المقاسات المناسبه مع السن اللي انت هتشتغلي له الطب. مثلا ال 50 سنتي او الجزء ده هنقسمه لاتنين، مقاس دوران الكم من هنا اللي هو الجزء ده كده، عايزاه واسع عايزاه ضيق زي ما انت عايزه. الجزء ده نفرض مثلا ان هو 15 سنتي، وبقيه ال 50 سنتي هنشتغلهم بعد ما نرجع. يعني الاول انا هشتغل 15 سنتي وهرجع لكم نكمل ونشوف الخطوه اللي جايه مع بعض. يعني هنبدا الاول بسلسله طولها 40 سنتي. تمام، اهم حاجه يكون العدد بتاع الاعمده بتاعي فردي. احنا هنشتغل بغرزتين، غرزه العمود بلفه وغرزه العمود بلفتين. اول حاجه معايا اللون الاساسي اللي انا هبدا شغل بيه، هنبعد الالوان شويه كده. معايا طرف الخيط، واول حاجه هعمل عقده البدايه، وهشتغل عدد سلاسل بطول 40 سنتي. انا بشتغل بالسنتي، اهم حاجه ان عدد السلاسل بتاعتي هشتغل عليه عدد اعمده فردي. تمام، يعني هبدأ بسلسلة طولها 40 سنتي، دي أول حاجة. اشتغلت عدد سلاسل بطول 40 سنتي اللي هو المقاس الأول بتاعنا، وبعد ما قسته على المزورة هرتفع 3 سلاسل ارتفاع غرزة العمود بلف. الثلاث سلاسل دول هتاخديهم بعد ما تقيسي، هلف الخيط وهعدي سلسلة 2-3 وهاجي في الرابعة وهشتغل عمود بلفة. الغرزة اللي بعديها هشتغل عمود بلفة. تمام، وبحسب طبعا الارتفاع غرزة من عدد الغرز بتاعي. تمام، اللي بعديها كمان عمود بلفة، وهكمل شغل على السلسلة كلها
بغرزة العمود بلفة. هكمل وهرجع لكم. اشتغلت في كل السلاسل، فوق كل سلسلة اشتغلت غرزة عمود. بصوا ده شكلها. خلاص دي اخر غرزة. انا فصلت الخيط، انا هفصل الخيوط بتاعتي في كل سطر. طبعا ممكن توصلي بالطريقة اللي انت عايزاها وتوصلي من غير ما تفصلي الخيط بتاعك. انا بحب افصل الخيوط جدا وبنضف براحتي بعد كده، بحس ان الشغل كده بالنسبة لي انا بيكون مظبوط اكتر. طبعا عايزة تكملي من غير ما تفصلي مفيش اي مشكلة. سلسلة للتثبيت وهسحب الخيط بتاعي. خلاص دي البداية او اول سطر. بعد كده هبدأ ادخل الالوان بتاعتي. اول لون هدخله هسحب الخيط كده وهاجي. انا هشتغل كله اتجاه واحد، مش هشتغل رايح جاي. طالما بفصل الخيط وشغالة وانا فصل الخيط في الالوان كلها، فانا هشتغل من اتجاه واحد بس اللي هو اليمين، رايح كده بس من غير ما ارجع. لو انت هتوصلي الخيط وانت شغالة ومن غير ما تفصلي طبعا هتشتغلي رايح جاي، هي مش هتفرق عموما. تمام معايا بداية الغرز بتاعتي. الارتفاع هنا باجي فوق الارتفاع في السلسلة التالتة. الاول بعمل عقدة البداية كده. تمام باجي في السلسلة التالتة بدخل بسحب العقدة بتاعتي وبرتفع خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ودي بداية كل السطور اللي انا هشتغلها بالالوان، لكن اللون الاساسي اللي هو اللون الابيض او الاوفايت ده انا برتفع ثلاث سلاسل بس، لاني بشتغل كل السطور اللي باللون ده بغرزة العمود بلفة. لكن السطور الملونة بشتغلها بغرزة العمود بلفتين وبشتغل عمود سلسلة عمود. خمس سلاسل ارتفاع، اربعة منهم ارتفاع وسلسلة اللي بتكون بين العمود ده واللي بعده. هلف الخيط مرتين، هسيب الغرزة التانية اللي بعد الارتفاع على طول، وهروح في الغرزة التالتة اسحب الخيط وهطلع من حلقتين في حلقتين في حلقتين. بصوا بالشكل ده. بعد كده سلسلة، هلف الخيط مرتين، غرزة وهروح للتانية، هطلع من حلقتين في حلقتين في حلقتين، سلسلة، هلف مرتين، هسيب غرزة واروح للي بعدها واشتغل عمود بلفتين، وبعدين سلسلة، هلف الخيط مرتين، سيب غرزة واروح للتانية واشتغل عمود بلفتين. ده السطر اللي انا هكرره دايما بالخيط الالوان. ده السطر التاني، انا هكمله كله بنفس الطريقة. هنرجع نقفله مع بعض ونبدأ سطر جديد سوا. وصلت لنهاية السطر التاني، اشتغلته عمود بلفتين سلسلة عمود بلفتين. بصوا ده شكله، سطر عواميد بلفة وسطر عواميد بلفتين. دي اخر غرزة، سلسلة للتثبيت، وهفصل الخيط على مسافة كده عشان اعرف انضفه. خلاص بصوا سطر ابيض وسطر ملون. هرجع تاني اشتغل سطر ابيض بغرزة العمود بلفة. هبدأ من نفس المكان اللي انا بدأت منه قبل كده، ارتفاع خمس سلاسل، باجي في السلسلة الرابعة وبعمل الاول عقدة البداية. ممكن توصلي وتربطيها طبعا، في اكتر من طريقة للوصل. اهي السلسلة الرابعة، بسحب العقدة بتاعتي وبرتفع ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، ارتفاع غرزة العمود بلفة. باخد معايا الخيط وانا شغالة عشان هنا هشتغل في كل الاماكن سواء اعمدة او سلاسل. ارتفاع وبحسبه اول غرزة في السطر، بلف الخيط وباجي هنا في الفراغ بتاع السلسلة وبشتغل عمود، بلف الخيط، مفيش سلاسل بقى خالص. السطر اللي باللون الابيض ده مفيهوش سلاسل خالص. بلف الخيط وباجي فوق العمود بشتغل عمود، بلف الخيط وباجي في السلسلة هنا بشتغل عمود، فوق العمود عمود، وهكذا. يعني كل عمود بيقابلني بشتغل فوقيه عمود، وكل سلسلة بتقابلني بشتغل فيها برضو عمود. تمام ده السطر التالت، هكمله وهنرجع نشتغل سطر ملون تاني مع بعض. وصلت لنهاية السطر التالت. بصوا الشكل بقى كده،
وبحاول على قد ما اقدر وانا شغاله اخد معايا الخيوط تحت الاعمده. خلاص دي اخر غرزه في السطر سلسله، وهفصل الخيط. بصوا بشتغل سطر ابيض وسطر باي لون، طبعا بتبدلي الالوان زي ما انت عايزه حسب الترتيب اللي انت عايزاه. هدخل اللون التاني، ودايما زي ما قلنا الالوان بنشتغلها عمود بلفتين، سلسله عمود بلفتين. بعمل عقده البدايه، باجي هنا في الارتفاع في السلسله الثالثه، بدخل كده تحت حلقتين، بسحب العقدة بتاعتي بضيقها كده وبسحبها، وبعدين برتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمس سلاسل، بلف الخيط مرتين. بصوا بسيب هنا الارتفاع فوق الارتفاع، بسيب الغرزة التانية على طول، وباجي في تالت غرزة وبشتغل عمود بلفتين، وبعدين سلسلة بلف مرتين، بسيب غرزة وباجي في التانية بشتغل عمود بلفتين، سلسلة بسيب غرزة وباجي في التانية عمود بلفتين، سلسلة بسيب غرزة وباجي في التانية عمود بلفتين، وهكذا وبعدين سلسلة. بصوا خلاص، وبرجع اكرر بقى سطر الاعمدة اللي هو باللون الابيض ده، وارجع ادخل اللون التالت والرابع والخامس، وهكذا كده بالترتيب بدخلهم ورا بعض وبرجع اكررهم لو انت مش معاكي عدد الوان كبير. تمام، انا بشتغل القطعه دي لحد ما اوصل بالمقاس بتاعها لحد 15 سنتي، وده المقاس الاول اهو. بصوا اللي هو اول مقاس اللي هو الجزء اللي فوق اللي هو مقاس دوران الكم. تمام، انا هشتغل لحد ما اوصل بالقطعه بتاعتي ال 15 سنتي، وهشتغل كمان قطعه شبهها بالظبط، يعني هشتغل قطعتين 15 سنتي، وهنرجع نشبكهم مع بعض ونشتغل الخطوه اللي جايه سوا. وصلت للمقاس الاول اللي هو 15 سنتي، المقاسات بتاعتنا كنا اخدنا المقاس اللي هو ارتفاع القطعه بتاعتي لكن قسمناه لاتنين، هنشتغل 15 سنتي وبعد كده هنوصل ونشتغل باقي ال 50 سنتي هنشتغلهم دوران اللي هم ال 35 سنتي اللي تحت، وهسيب منطقه الكم دي، يعني دي كده منطقه الكم انا زودتها شويه بقت اكتر من 15 شويه، لان انا قست على البنت على طول فاشتغلت الجزء ده حوالي 17 ونص سنتي تقريبا، فده الجزء اللي فوق اللي هو مقاس الكم. تمام، اشتغلت قطعه نفس الشكل بالظبط، نفس المقاس، نفس عدد السطور، الغرز، ترتيب الالوان، يعني حتى ترتيب الالوان زي بعض بالظبط. بصوا دي القطعه الاولى ودي القطعه الثانيه بنفس الشكل بالظبط، مفيش اي اختلاف بينهم نهائي. تمام، هنحط القطعتين على بعض، دي على العدله اهو وشها ناحيتي، الظهر لتحت اهو. تمام، التانية هخلي الظهر بتاعها ناحيتي، يعني هحط الوشين على بعض علشان تقفيلي يكون على الظهر. بصوا انا حطيتهم على بعض ازاي، الشكل ده كده شايفين، الوش على الوش والظهر ده هنا ناحيتي والظهر التاني لتحت. خلاص، معايا ابرة التنظيف، قبل ما اكمل بقى الخطوات واكمل باقي التوب معايا ابرة التنظيف اهي، وخيط نفس اللون بالظبط اللي انا شغلاه اللي هو اللون الاساسي الاوف وايت ده. هاجي هنا، طبعا كل الخيوط دي هتتنضف بابرة التنظيف بعد ما اخلص شغل. هاجي هنا في اول غرزة، شايفين هنا الحلقات، انا بقفل على البداية بتاعتي، لو اخدتوا بالكم بصوا دي البداية اللي انا اشتغلت عليها اللي هي السلاسل. تمام، لان انا لسه هكمل شغل على الجزء اللي تحت، فانا شغاله كده من هنا من فوق لحد تحت بادئه من الجزء العلوي. هاجي هنا في اول سلسله في اول حلقه، واول حلقه قصادها من الجنب التاني اهو شايفين، بدخل كده كده، طبعا بتربطيها بتعملي عقده براحتك، يعني انا هرجع كده واعمل عقدة
عشان اثبت الخيط بتاعي. وكمان وانا لسه هنشتغل سطر بغرزة العمود دوران الكم، فهاخد معاه كل الخيوط دي انضفها وانا بقفل الكم. تمام كده خلاص الخيط ثبت معايا. هاجي على الحلقة التانية هاخدها والحلقة اللي قصادها في القطعة التانية. بصوا كده، وهسحب الخيط وهسحب الخيوط دي لبره بالشكل ده كده، كأني بسرجها كده. ده اسهل تقفيل ممكن تقفليه بإبرة التنظيف. الحلقة اللي بعد كده بصوا انا دخلت تحت الحلقتين، الحلقة اللي في الجنب الاول القطعة الاولى والحلقة اللي في القطعة التانية. خلي بالنا عشان ما ناخدش معانا خيوط واحنا بنقفل، احنا بناخد خيوط بس تحت الغرز. شايفين بالشكل ده؟ تحتاجي قطعة خيط قصيرة جدا عشان تقفلي الجزء ده. حلقة بالراحة كده وحلقة تانية وبتسحبي الخيط كده اهو. شايفين كمان مرة باجي هنا بدخل كده تحت الحلقتين بسحب الخيط بتاعي. بصوا بالشكل ده خلاص ده التقفيل بتاعي من الجزء اللي فوق. انا هقفل بعد طبعا ما بتحددي مقاس دوران الرقبة بالعلامات كده، بتشوفي المكان اللي انت هتقفي عنده من هنا، وهتقفلي الجزء ده كمان. انا ممكن اوريكم بيكون شكله عامل ازاي. اهو بصوا بتحددي هنا نفس عدد الاعمدة اللي في القطعة الاولى هي نفس العدد اللي في القطعة التانية عشان تكوني ماشية بالترتيب، وبتقفلي كده. تمام في الجزء ده، وبتيجي في الجزء الثاني من هنا برضو نفس العدد او عدد الغرزة يعني مع نفس الغرزة اللي قصادها في القطعة الثانية. بصوا بتسيبي هنا مقاس دوران الرقبة او الجزء اللي بتلبس منه التوب، والتقفيل بيكون على الجنبين. تمام ده التقفيل بتاعي انا هكمله وهنرجع نشوف الخطوة اللي جاية مع بعض. وصلت الجنبين ببعض، بصوا انا شبكتهم كده على الظهر. لو فتحناهم كده شايفين الشكل بيكون عامل ازاي؟ دي الفتحة بتاعة دوران الرقبة اهي، وانا قفلت من الجنبين من هنا. خلاص خلاص كده انا كنت بقفل على الظهر، يعني انا مقفلة كده. خلاص هنعدلها بالشكل ده. خلاص كده العدلة بتاعة التوب، يعني ده الوش بتاعه او عدلة الغرز. هبدأ بقى اشتغل دوران، هشتغل دوران يعني مش هشتغل رايح جاي كل قطعة لوحدها. طبعا لو انت شغالة بلون واحد بس هيكون اسهل من كده بكتير، مش هيكون في بواقي الخيوط دي خالص اللي هي الفتل اللي عايزة تنظف دي، وهيكون الموضوع سهل جدا. هتشتغلي رايح جاي بنفس اللون قطعتين وتشبكيهم بمنتهى السهولة. يعني اللي مخلي الموضوع شوية في خيوط عايزة تتنظف وكده ان انا بغير اللون كل سطر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص معايا اللون الاساسي. خلاص انا كنت واقفة هنا عند سطر من الملونين اللي هو عمود بلفتين، سلسلة عمود بلفتين. هنيجي هنا وهنبدأ هنختار الجنب اللي هنبدأ من عنده، اي جنب بقى. تمام وهنقفل السطر وهنشتغل دوران. هنبدأ هنا الارتفاع 5 سلاسل، هاجي في السلسلة الرابعة وهعمل عقدة البداية. معايا الخيط الاساسي طبعا لان انا واقفة عند سطر من الملونين، فهرجع اشتغل سطر باللون الاوف وايت. هعمل عقدة البداية، وطبعا الخيوط اللي انا هقدر او في استطاعتي ان انا اخدها وانا شغالة تحت الغرز هاخدها، الخيوط اللي مش هقدر هسيبها وفي النهاية هنضفها بابرة التنظيف. عقدة البداية اهي، هسحب الخيط كل ده بقى على العدلة. خلاص اسحب الخيط كده وهرتفع 3 سلاسل، هاخد معايا الخيط بتاع البداية كده وانا شغالة تحت الغرز. هنا الارتفاع فوقيه ارتفاع، يعني غرزة فوق غرزة. هاجي بعد كده هنا في السلسلة اللي في النص دي في الفراغ وهشتغل عمود بلفة
سطر الأعمدة أو باللون الأوف وايت اللي هو اللون المحايد ده، بيكون كله أعمدة بلفة واحدة، وبشتغل في كل الغرز اللي بتقابلني سواء الغرزة عمود أو سلسلة. العمود أهو هشتغل فوقيه عمود، الفراغ هشتغل جواه عمود، والصوب بنضف وانا شغاله. تمام، عمود فوقيه عمود، سلسله اشتغل في الفراغ بتاعها عمود كده، العمود عمود وفي الفراغ عمود. بصوا بالشكل ده. تمام، انا هكمل لحد ما اوصل لنهاية الجزء الاول، وهنرجع علشان نبدأ بقى ان احنا نشبك الجنبين مع بعض بالشكل ده ونشتغل دوران التوب. تمام، هكمل الجزء الاول وهرجع لكم. وصلت لنهاية الجنب الاول، بصوا انا اشتغلت على جنب الشكل بتاع القطعة كده، بقفله. بصوا انا شغالة فوق السطر الاورنج ده، هكمل شغل دوران وانا ماشية عادي من غير ما افصل الخيط. خلاص انا كده حددت منطقة الكم، اهم حاجة تتأكدي ان دوران الكم المقاس مظبوط. خلاص بصوا ده اخر غرزة اشتغلتها، هاجي على الجنب التاني. بصوا الجنبين هنا على بعض، انا شغالة على الوش بتاع الغرز او العدلة بتاعة الغرز اهو، بجيب الجنب التاني كده، وهنا الارتفاع بلف الخيط وباجي في السلسلة الرابعة. هو السطر ده بس على ما احدد الاماكن بتاعتي، وبشتغل فوقيه عمود بلفة. بصوا انا وصلت الجنبين ببعض، شايفين؟ بصوا الشكل بقى عامل ازاي كده، موصولين وانا شغالة بالشكل ده، وصلت الجنب ده بالجنب التاني كده. خلاص الارتفاع فوقيه غرزة، باجي هنا في السلسلة في الفراغ بتاع السلسلة، وبكمل بنفس الطريقة عمود بلفة، والعمود فوقيه عمود، واي خيوط بقى هتقابلني وانا شغالة هاخدها معايا تحت الغرز بتاعتي. عمود وفوق العمود عمود، وفي فراغ السلسلة عمود. تمام بالشكل ده هكمل شغل. بصوا الجنبين بقوا خلاص متصلين، شايفين من هنا بالشكل ده كده. تمام، انا هكمل شغل، انا بدأت هنا هكمل شغل وهشتغل على الجنب التاني كده، وهنرجع نقفل السطر مع بعض ونشتغل سطر الوان مرة تانية. وصلت لنهاية السطر وهقفل الجنب التاني زي ما قفلت الجنب ده، وصلته ببعض هقفل الجنب التاني وهضمه كده. هي كانت بداية السطر وده اخر عمود اشتغلته، هاجي هنا في الارتفاع كده في السلسلة الثالثة، وهقفل السطر بتاعي بمنزلقة عادي، قفلة عادية جدا بمنزلقة كده. السطرين اتوصلوا ببعض سلسلة للتثبيت، وهفصل الخيط. كده بالشكل ده خلاص. بصوا الجنبين اتوصلوا ازاي كده من هنا. هبدأ بقى اشتغل دوران من نفس المكان اللي انا قفلت فيه، هرجع وهوصل الخيط الوصلة العادية، هدخل اللون ده، هعمل عقدة البداية بخيط قصير كده عشان بعد كده اعرف انضفه. عقدة بداية، وهاجي في نفس المكان اللي انا قفلت فيه، شايفين؟ هدخل هنا في نفس المكان في السلسلة الثالثة، وهسحب الحلقة بتاعتي كده، وياخد بقى معايا الخيط وانا شغالة. اشتغل سلسلة، اتنين، تلاتة، اربعة، كده اربعة، خمسة. بصوا انا كمان رفعت الخيط معايا عشان انضفه بعد كده السطر اللي جاي، ممكن اقصه على الوضع ده. خلاص هو كده اتنضف. تمام، وارتفاع خمس سلاسل، هلف الخيط مرتين، انا طالعة بارتفاع فوق الارتفاع، هسيب الغرزة التانية على طول وهروح للتالتة، وهشتغل عمود بلفتين وبعدين سلسلة
وعمود بلفتين، بسيب غرزة طبعا من تحت وسلسلة، بسيب غرزة وبروح للتانية وبشتغل عمود بلفتين سلسلة، بسيب غرزة وبروح للتانية وبشتغل عمود بلفتين وبعدين سلسلة وهكذا، بسيب غرزة واشتغل في التانية عمود بلفتين بالشكل ده. تمام، انا هكمل شغل على السطر اللي هو باللون الأوفايت ده كله. بصوا الجنب ده، وهيجي هنا شايفين مكان ما وصلت السطرين ببعض، هنقل من الغرزة دي للغرزة دي على طول، وهشتغل على الجنب التاني وانا واصلة بالخيط نفس السطر، وهنرجع نقفل السطر مع بعض ونشوف الشكل وصل لايه. وصلت لنهاية السطر اللي بالالوان، بصوا خلاص كده انا شبكت الجنبين. بصوا خلاص انا بشتغل دوران دلوقتي، وده المكان بتاع الكم بالشكل ده. خلاص ده اخر السطر، اخر عمود، وبعديه سلسلة، في هنا عمود من تحت، وهيجي في الارتفاع في السلسلة الرابعة هدخل هسحب الخيط منزلقة سلسلة للتثبيت. طبعا لما تيجي تقفلي يفضل ان انت تقفلي تحت حلقتين في السلسلة، مش حلقة واحدة، علشان الغرزة ما توسعش منك. سلسلة للتثبيت، وهفصل الخيط. بصوا من هنا كده اهو دوران، خلاص الشغل على البلوزة بقى دوران زي ما انتوا شايفين كده. خلاص انا هوصل الخيط في نفس المكان اللي انا قفلت فيه، وهشتغل سطر باللون الاوف وايت واقفله، بعد كده سطر باللون الالوان ادخل لون تاني يعني واقفله، وهكذا. وصلت بطول التوب للطول المناسب. بصوا خلاص كده ده الطول المناسب على البنت، فتحات الكم اهي شايفين، وفتحة دوران الرقبة هنا اهي. بصوا كده اهو شايفين كده هنا، وده الكمين والطول بتاع التوب. انا كمان نظفت الخيوط، في خيوط لسه هنضفها كمان، بس بصوا مفيش مكان لاي قفلات خالص اهي. والجنب التاني ده جنب البداية اللي كان فيه الارتفاعات برضو مفيش فيه اي خيوط. طالما هتبدلي في خيوط الافضل ان انت تشتغلي متصل، ما تفضليش تشتغلي جنبين وتشبكيهم، زي ما قلتلك في البداية التشبيك هيكون شكله سيء جدا. كده تقريبا الطب خلص، خطوة واحدة بس اللي باقية، وهي دوران الكم من هنا. بصوا انا عاملة الكم واسع ازاي. خلاص معايا طرف الخيط اللي هو اللون الاساسي بتاعنا الاوف وايت، هعمل عقدة البداية بنفس مقاس الابرة، عايزه تصغريه شويه مفيش مشكله. بتيجي هنا من تحت الدراع، شايفين المكان ده كده اللي هو اتصال السطرين مع بعض، واحنا بنوصل هاجي في النص كده هسحب الخيط وهشتغل دوران الكم. ممكن تشتغلي حشو، ممكن تشتغلي نص عمود، ممكن تشتغلي عمود بلفه، براحتك. شوفي انت عايزه تشتغلي بغرزه ايه. صوت الارتفاع، الف الخيط بقى، وكل مكان هينفع ان انا اشتغل فيه انا هشتغل طبعا على السطور بالعرض، شايفين اهو السطر من الجنب كده. خلاص كل مكان هيقابلني هشتغل فيه عمودين او ثلاثة حسب وسع المكان اللي عندك. لو يستحمل طبعا ثلاث اعمدة هيستحمل عمودين مفيش اي مشكلة، كل ما تلاقي مكان فاضي كده هتشتغلي فيه عمود بلف. انا هكمل شغل دوران الكم وهقفل السطر وهبدا سطر جديد. برضو ممكن تشتغلي سطر واحد، ممكن تشتغلي سطرين، براحتك. اشتغلي الغرزه اللي انت عايزاها، عدد السطور اللي انت عايزاه، اهم حاجه ان انت تغلفي او تشتغلي دوران الكم علشان الحرف بتاع الاعمده ده ما يكونش شكله وحش. فهتشتغلي دوران الكم بغرزه تداري بيها الارتفاعات دي. تمام، انا هكمل شغل وهنرجع نشوف الشكل النهائي للطب ونقول كل التفاصيل الخاصه بيه. اشتغلت على الكم بتاع الطب ثلاث سطور بغرزه العمود بلفه. بصوا الشكل بقى كده، بصوا اهو بارز ازاي الكم. انا عاملاه واسع شويه ودوران الرقبه اهو، والطول بتاعه من تحت اهو. بصوا
شكله من تحت. بصوا شكله جميل جدا في اللبس. التوب اخد بالظبط 200 جرام من خيط القطن الايطالي من كل الالوان، زي ما قلت لكم سن 11 سنه. المقاس الكبير اخد معايا لان انا اشتغلت المقاس الكبير منه، اخد بالظبط 250 جرام. اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم وان الشرح يكون سهل بالنسبه لكم. هستنى رايكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واللي لسه بيشوفني لاول مره وما عملش اشتراك يدوس على كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجوده تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس علشان يوصله كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.